السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله القاكم في هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله غادي في هذا الفيديو هذا غادي نغيروا شويه، غادي نخدم لكم هذا الشكل هذا ديال هذا لي طابلو اللي كيجيو صراحه نتوما كيجيو زوينين. بالنسبه للعبار ديال الطابلو فكيبقى كل واحد على حسب القياس اللي بغاو، على حسب البلاصه فين غيحطوا، وحتى بالنسبه للالوان كل واحد راه يختار اللون اللي كيعجبو. انا هنايا كما كنقول لكم دائما داكشي المتوفر اللي كاين عندي هو اللي غادي نخدم به. فالمهم انا غادي هنايا بالنسبه لهنايا اول حاجه غناخذوا العبار الطول ديالو وغنقسموه على النص. انا راه ديجا تراسيتو واحد شويه باش ما ناخذ شويه الوقت، بحال هكا غادي نجيو ونتراسيو النص بحال هكا، ونجيو ثاني هنايا ناخذوا النص، ناخذوا النص بالطريقه كنتراسي بحال هكا هنا، غير نعلمو غير واحد شويه غير باش نعرفو فقط. لا غير ماشي بالضبط، ماشي غلط انا نتراسي، ولكن غير باش نعرفو فين غنديرو السكوتش. غادي ناخد السكوتش هادي، غادي نحاول اني غادي نجيبها هنا بالشكل هذا. عندي هنايا غناخد جوج تلوان، ناخد الصباغه هادي هنايا الغوز هذا، غناخد الكري نتوما هنايا، وغادي ناخد الكري الميتاليك هذا حتى هو. وعندي شويه البيض هنا غادي نخلطو معاهم حيت بغيت شويه اللون فاتحين. انا غادي ناخذ الصباغه هكا وغادي نصبغ. انا غادي نصبغ عادي، المهم راه غنزربو عليها واحد شويه لانه راه دغيا كتنشف. انا بطبيعه الحال لو دوار خاصها تكون هكا مبريباريا، انا هذه حيت كانت عندي متواجده قدام قديمه عندي هذه شويه ديال الدوار. كتشوف هو كيفاش جا. المهم انا الكري بنفس الطريقه غندير الكري هنا، انا الكري ما غاديش نصوره لانه باش ما يجينيش لا فيديو طويل بزاف،
فحتى غنقرب نكمل وعاد غنوري لكم. انا هنا كما كتشوفون بعد ما كملتو هنا راه بنفس الطريقه درتها كما وريتكم هنا في هذا الغوز هذا، خنتو هذا الكري، غير هو هذا الكري هنا زدت مع شويه ديال الميتاليك باش كيعطيني واحد اللمعه، واحد اللمعه شويه في هذا الميتاليك هنايا. دابا غادي ندوزو غادي نوريكم المرحله الاخرى الجايه شنو غادي نديرو. انا غنخلي غير واحد شويه ينشف لانه هنا مازال باقي ما نشفش ليا مزيان، غنخلي شويه ينشف من بعد غادي نعاود ندوز نوريكم الطريقه يعني المرحله الجايه ان شاء الله. انا هنا من بعد ما خليته حتى نشف هنا عندي الكوله ديال الخشب اللي هي بيضه، الكوله ماشي عفوا سمحوا لي هذه. المهم انا خويتها هنا عندي الكوله، ولكن نتوما هنا راه كاين الانواع ديال الكوله، انا هذه كانت عندي هذه، فاي كوله عجبتكم ديال بالنسبه للخشب فغتاخدوها. هنا شنو غادي ندير، هنا غادي نجي غادي ناخذ بحال هكا، غادي ناخذ هنا النص غادي نخوي شويه بالكثره نحاول نجيبه بهذه الطريقه هنايا. وغناخد الراس ديالها وغنبقى نديرها بحال هكا، وهنا نبقى نزيد شويه بالصباغه، نبقى نخوي هكا بالكوله، نبقى نخوي من القرعه، ندير خطوطه هكا شي طويل وشي قصير يعني ما يكونوش كلهم قادين هكا، نطلع ثاني بهذه الطريقه هذه. نحاول نقط بحال هكا شي نقيطات هنا بحال هكا، يعني دائما ناخذو في هذا الشكل هذا نديرو بهذه الطريقه هذه، يعني هكا كتجينا مزيانه هكا. هنايا كناخذو شويه ديال الكافير اللي هو هذا، هذا الكافير اللي في هذا الكولور هذه اللي كتكون فيها بريو، يعني هذا كيبري ماشي بحال داك الكافير الاخر العادي، يعني هذه النوعيه هذا الكافير رجع نبدا نرش بحال هكا. ناخذ واحد الكميه من بعد غادي ناخذ هذه ارينا هذه هي، انا غادي ناخذ تقريبا يعني نفس اللون غير هو هذا مغلوق عليها هكا، كنبقى نرش من بعد غادي ناخد نفسها هي بيضة بحال هاد الشكل، تسمحوا لي واخا ربما يقدر يجيكم لا فيديو طويل شويه، ولكن يعني ما بغيتش نقطع في هذه المرحله هذه هنايا.
نجي غناخد شويه ديال لي بايط هادو هنا. المهم انا غادي نبقى نرش كل حاجه هكا مره، غنبقى نزيد شويه بشويه حتى نعمر مزيان. غادي نعاود ناخذ شويه هذا، دابا غادي نعاود نرجع نزيد هاد الكافيار هذا. المهم انا غادي نعمر مزيان وغادي نخليه حتى ينشف وغادي نسوسو عاد من بعد نوريكم النتيجه النهائيه. اخواني اخواتي، كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الطابلو هذا اللي كتشوفوا على هاد الشكل. المهم انا كنزلت له واحد شويه الاضافات، انا درت هنايا الكولا وعاد يعني لحت درت ديك الارينا يعني درتها هكا باش تعطي شويه البيضيه وشويه ديال داك اللوز فيشيا بالنسبه لذاك اللون الاخر ديال الارينا. وهنا انا زدت عاودت لي شي عقيقات كانوا عندي هنايا، وصلت تقريبا واحد شي 6 الحبات ديال الموزونه هنايا باش يزيد نخرجو شويه يعني باش يزيد يعطي. لكن خسر انه شويه ما بينش يعني ما بينش مزيان هكا مع شويه مع هذا الضو، لانه كان هكا راه كنسجلو مع الصباح بكري يعني تقريبا راه شي 6 الصباح دابا. هادو علاش شويه ما بينش يعني ما كاينش الضو هكا النهار اللي غيبان فيه مزيان، ولكن غندير لكم تصويره هكا في الضو النهار لانه يعني بالنهار كيما كنت قلت لكم كيكون شويه الصداع وهذا. انا مازال ان شاء الله ندير لكم تشكيلات اخرين بطريقه اخرى. فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، فما تبخلوش عليا بالتعليقات وباللايك ديالكم. كنتمنى انكم اللي ما مشاركاش انا تشارك في القناه، وكنشكر جميع الاخوه والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. وتنقول لكم السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله، فكره اخرى ان شاء الله.